ثقافتنا العربية أو ذات المرجعية الإسلامية ما زالت تعتمد ما يسمى بالوصاية القبلية، أي أن مجرد أنك تنتمي لقبيلتي فأنا وصي عليك، وصي على زوجته، وصي على أختي، وصي على بنت جيران، وصي على نساء مجتمع عامة. زوجة حكيمي هي من تعمل في المجال الفني وهو رافقها فقط كزوجها، يعني هي المسؤولة عن لبسها، إنسانة بالغة تكبره عمرا أيضا، لديها تجارب أكثر من التدخل في حياة الآخرين ليست أخلاق، بل الأخلاق هو التدخل في مشاكل المجتمع السياسية والحقوقية، وليس الاهتمام بما يرتديه الغير، خصوصا حينما يكون أجسام النساء نجد أن الكل يصبح واصي.